بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرتنا لهذا اليوم. وصلنا إلى النوع الثالث اللي هو بريشر اند فيلوسيتي كومباوند امبلس تيربان. خلينا نجي نشرح ونشوف شنو فرقه عن النوعين اللي مضن، اللي هو الفيلوسيتي والبريشر كومباوند. هذا هو مزيج او يدمج النوعين من النوع الاول البريشر والنوع الثاني اللي هو الفيلوسيتي. شوف، هذا النوع يتكون من صف من الريش الثابتة أو النوزل، صف من النوزلات، ورا راح يجي عندي صف من الريش المتحركة، ورا راح يجيني صف من الريش الثابتة، ورا يجيني صف من الريش المتحركة. الريش المتحركة ترتبط مع الروتر، النوزل والفيكس يرتبط مع الكيس، وراها راح يجيني صف من النوزلات، صف من الموفينج بليد، صف من الفيكس بليد، وصف من الموفينج بليد. فشوف هنا بكل المراحل صار بذاك، كان عندي هبوط ويصير عندي هبوط بالضغط وفقط في النوزل بالمرحلة الأولى وانتهت. هنا راح نشوفه هو الآتي، انتبه على بالصف الأول من النوزلات راح يصير عندي هبوط بالضغط، هبوط بالضغط، ولكن هذا الهبوط بالضغط ما راح يستمر عندي على كل الستيج، وإنما راح يبقى عندي ثابت بالموفينج، ثابت بالفيكس بليد، ثابت بالموفينج بليد الثاني، وراح ايش راح يجي يدخل عندي؟ راح يدخل عندي بصف النوزلات الآخر أو الثاني، راح يصير عندي هبوط بالضغط وبالموفينج فيكس موفينج يبقى عندي ثابت. اذا صار عندي الهبوط بالضغط تقريبا على مرحلتين، من اجي على السرعة هنا زادت عندي الطاقة الحركية، الفيلوسيتي زادت عندي بالنوزل، بالموفينج بليد قلت، بالفيكس بليد مثل ما قلنا فقط يغير الاتجاه، ما راح يصير عندي لا تغيير بالضغط ولا تغيير بالسرعة. بالموفينج بليد الثانية صار عندي هبوط، واجي من دخل عندي وين؟ دخل عندي بالنوزل الثاني مثل ما قلنا صار عندي هبوط بالضغط، ولكن صار عندي زيادة بالطاقة الحركية. دخل عندي للموفينج صار عندي هبوط بالسرعة، كونستانت بالفيكس، و بالموفينج صار عندي هبوط بالضغط. شوف مقدار السرعة اللي ده تخرج عندي أو الخسائر اللي هي جدا قليلة سواء بالضغط أو بالسرعة. شوف الكونديسر بريشر إيش قد راح يكون عندي. فخلنا نجي نشرح اللي ذني التفاصيل اللي مرت علي واللي أنا اتطرقت لين، راح ناخذ بصورة عامة ونفس هذا الشرح نفس المخطط ترسم لي اياه بالامتحان بالاضافة الى الشرح اللي قلت. There are two wheels، راح تحتوي على روترين، لان تحتوي على نوزل، وايضا تحتوي على صف من صفين من الريش المتحركة مع صف من الريش الثابتة، وراء يجي عند الصف الثاني يحتوي على نوزل وصفين من الريش المتحركة مع صف من الريش الثابتة. There are two seats of nozzle، عندي صفين من النوزلات يحدث بهن فقط شنو؟ The pressure drop take place only in nozzle، يحدث هبوط الضغط فقط في النوزل. ولكن بهاي النوع the pressure drop has be divided، راح يتقسم الى small drops، راح يحدث عندي drop بالنوزل الاول وجزء من الدروب يحصل عندي في النوزل الثاني. In the first nozzle شو راح يصير عندي؟ there are small decrease in pressure، راح يصير عندي هبوط ب الضغط مقابل زيادة بيش بالكاينتيك انرجي، ورا راح يدخل عندي وين؟ للموفينج بليد اللي راح يصير عندي بشنو؟ نقصان بالسرعة وثبوت بالضغط، ورا بالفيكس ما راح يكون عندي اي تغيير لا بالضغط ولا بالسرعة. Only there is velocity drop moving blade and also a slightly drop in velocity. ليش دا يصير عندي هبوط بالضغط بالهبوط بالسرعة بالموفينج بليد وبالسلايتلي دروب بالفيلوسيتي وين؟
بالستيشنري بليد، السبب في ذلك هو الفريكشن او الاحتكاك. احنا نقول يبقى ثابت، بس هو اكو هبوط جدا قليل جدا قليل، وراح يدخل عندي للسكند نوزل وتبدي العملية تتكرر عندي مرة أخرى، يصير عندي دروب آخر بالنوزل للضغط وزيادة بالسرعة، ويدخل عندي للموفينج بليد واللي تطرقنا له وشرحناه بالتفصيل. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء.